السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الداخلية تعلن عن موعد استئناف طبع البطاقات الموحدة عقد لإنجاز 5 ملايين معاملة. تستأنف وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة عملية طبع البطاقات الوطنية الموحدة للمواطنين بعد توقف دام أسابيع عدة، فيما تستعد بداية الشهر المقبل لإغلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاص بالبطاقة. وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في الوزارة العميد محمد صادق في تصريح أن المديرية ستستأنف خلال الأيام المقبلة عملية طبع البطاقات الموحدة بعد إبرامها عقدا لرفضها بنحو 5 ملايين بطاقة منها، وأضاف أن المديرية ستطبع البطاقات وتسلمها للمواطنين ممن قدموا بياناتهم ودققها موظفو دوائر البطاقة الموحدة، فيما يتم الطبع فورا للحالات الإنسانية أو التي تقدم بها جهة معينة طلبا بذلك. وبيّن صادق أن المديرية تسعت خلال الشهر المقبل لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الوطنية الموحدة بعد إغلاق جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية باستثناء 5 منها في نينوى والتي ستغلق قريبا بعد توفير الملاكات لها. وتابع أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين باعتماد شريحة ونظام إلكتروني والتي تحفظ لنا في داتا، كما يتم منح المواطن رقما خاصا به لا يتكرر ولا يمنح لأحد حتى بعد وفاته، مؤكدا عدم إمكانية تزوير البطاقة، وبالتالي فإن المواطن غير مطالب بصحة الصدور لها. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 11 أيلول 2022 توضيحا بشأن تأخير تزويد المواطنين بالبطاقة الوطنية. وقالت الوزارة في بيان أنها تسعى وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي، حيث عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب رئيس الوزراء تضمن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد الحاجة للمواطنين في هذا المجال. بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2022 لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفقا للنسبة المتحققة 1:12 من موازنة العام 2022 والتي خولت وزاراتنا توقيع عقد لتجهيز 5 ملايين بطاقة خام، وأضاف أنه جرى بتأريخ 7/8/2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابة هذا العدد 28445، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد، مبينا أن وزارة الداخلية استحصلت الموافقة على التعاقد على 5 ملايين بطاقة خام. بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفا، ولفتت إلى أنه جرت المصادقة على أعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد وبأسرع وقت ممكن، وبإشراف ومتابعة الوزير والوكيل الأقدم للوزارة ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير الشؤون البطاقة الوطنية، مؤكدا أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية 10 ملايين بطاقة خام لسد حاجة المواطنين لتزايد إقبالهم عليها.